نظمت المؤسسة اليمنية للحماية الإنسانية ورشة عمل تعريفية حول دار أمان كأول دار لإيواء النساء والناجيات من العنف في محافظة مأرب. مزيدا من التفاصيل في التقرير الذي أعده مراسلنا محمد سالم الجداسي. قامت مؤسستنا في اليمنية للحماية الإنسانية ورشة عمل تعريفية عن دار أمان كأول دار لإيواء الناجيات من العنف. هدفت الورشة لتعريف 25 مشاركا ومشاركة حول أهمية وأهداف الدار وخدماته المقدمة في هذا المجال. وكيل المحافظة عبدالله البكري أكد على أهمية التدريب والتأهيل لنزيلة الدار ثم الجهود المبذولة لتقديم خدمات نوعية. المعنفات دار أمان، هذا المشروع حقيقة جاء في وقته، ولا يسعنا إلا أن نشكر الأخوات العاملات أو القائمات على هذا الدار، وأن يكون هناك برامج للمعنفات. لا نريد أن نستضيفهن فقط، لكن نريد أن نخرج من هذا الدار امرأة صالحة. هيفاء الحصومية رئيس مؤسسة إنف اليمنية ومسؤولة دار أمان أوضحت أهمية وأهداف الورشة. تم افتتاح مؤسسة إنف في مأرب في شهر واحد، وهي أول مؤسسة متخصصة في جانب الحماية، والتي أول مؤسسة تعمل في جانب الحماية على مستوى اليمن من ناحية أهداف المؤسسة ومجالات عملها ونوعية أنشطتها وخدماتها، والتي تتمثل في تقديم الخدمات لأكثر الفئات ضعفا في المجتمع، وتعمل على حمايتها ومناصرة كرامتها من التعرض إلى الإهانة. هند العماري رئيسة فرع اتحاد نساء اليمن أكدت على ضرورة خدمات النوع الاجتماعي وحماية النساء الناجيات من العنف. حضور الورشة التعريفية لدار أمان الناجيات التي تقيمها مؤسسة إنا، والتي تحمل على عاتقها مهمة الإسهام والاهتمام بقضايا النساء وتمكينهن من أجل أن يصبحن عضوات فاعلات في العملية التنموية. شملت ورشة العمل عرض روبورتاج عن الدار وخدمة المقدمة للنساء الناجيات من العنف. خدمات إنسانية في مجال الدعم النفسي وتوفير خدمات رعاية صحية وإرشاد اجتماعية واستشارات قانونية وتدريب وتأهيل يقدمها دار أمان للنساء الناجيات من العنف. لقناة عدل الفضائية محمد القداسي، محافظة مأرب.